هذه الشيلة إهداء من الأستاذ عبد الله بن راجي الوقداني العتيبي وأبنائه للخريج عبد الرحمن بن خلف البلوي. هذا الطوارق القصيد في محفل الحر الفريد، واليوم هذا يوم عيد، يوم التخرج والنجاح. مبروك يا شبل الرجال متخرجين والراس عبد الرحمن يلي بالفعال للتلاماني والفنان. تم التسجيل والإرسال في استديوهات هذا الطوارق القصد في محفل الحر الفريد، واليوم هذا يوم عيد، يوم التخرج والنجاح. مبروك يا شبل الرجال متخرجين والراس عبد الرحمن يلي بالفعل بالتلماني والفنا. من أمريكا شهادتك فعلك فخر وسيرتك، وضمن معلومة دراستك طلع علمي في يدك سنة. عبد الرحمن إنجازك فخر يا سهم يا عالي القدر، والمجد شيد لك قصر، والعز لك درب الوسع، رمز الوفا والمرجلة فعلك ولا حد يجهل. لك قدر عالي ومنزلة ونجمك على العليا إلى نسل الرجال الكرام، ربع الرقى ومدنى السنة، وصيتهم بيننا نمضى يعمل أفعال الصحة. وحييب اللي حيهم على فرق الله شملهم، وللي وقف ضدهم على العيد السيوف ورمى. أبو محمد والله والنعم، أو في إخوانك احتزم، رمز المروة والكرم، مواقفهم تشفي الجرح. وختامها جعل السعد فالك وأيامك رب. عبد الرحمن يا فخر البلد، عساك دايم في نجاح. تم التسجيل والمكساج في استديوهات مذهلة.